خليني أبدأ بالجزء الأولاني. طبعا احنا كنا أفرنا من قبل، يعني أنا همشي في هذا الجزء قضية زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ، وانت خصتينا حتى بوثيقة الزواج اللي أودعتيها في الكتاب اللي احنا هنشوفها على الشاشة، ودي يعني ظهرت على الشاشة لأول مرة. كان في كلام كتير عن زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ، لكن انت خصتينا بوثيقة الزواج وبتقولي عندك اصل الوثيقة واودعتي ده في الكتاب. بعد كده قلتي انه ليه انت متكلمة عن زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ، وانا لما اطلعت على الكتاب نعم هو له علاقة بكل ما حدث لسعاد حسني بعد ذلك. يعني بالظبط كده. بس حضرتك هقول لك على حاجة بسيطة جدا. انا كنت بقيم مع اختي سعاد في المنزل، وكنت مديرة أعمالها، وكنت مسؤولة عن كل حاجة تخصها، حتى المفتاح بتاع الدولاب بتاعها اللي هو يعتبر زي الخزانة بتاعتها أنا اللي أفتحه وأنا اللي أقفله، لأن هي بتأمني على كل شيء. أنا طول عمري بفتح وأقفل وأشوف العلبة دي، عمري ما فكرت إن أنا عمري أفتحها ولا أعرف هي إيه، معناها شكلها جذاب، لكن انا مش من النوع المتطفل اللي انا افتح حاجات اختي او اتدخل في اي حاجه تخصها. فطول عمري شايفاها قدامي جوه الدولاب. بعد الوفاه المفتاح كان معايا وهي في لندن، وهي لما بتعوز حاجه بتقول لي عايزاها بفتح الدولاب وابعتها لها. واخد بال حضرتك؟ او اي حاجه من الحاجات دي انا المسؤوله عنها. فبالتالي بعد الوفاه ابتديت بقى اخد الاوراق كلها وافرزها، واكتشفت ان جوه العلبه فيها قسيمة جواز عبد الحليم وسعاد بعد الوفاة على طول، وشلتها لا اتكلمت عنها ولا سرت الموضوع، وناس تقول وناس تقول لا، ما كانش اهتمامي خالص ان انا اتكلم في الموضوع ده. لكن وانا ببحث في قضية اختي ابتديت اكتشف ان حكاية جوازهم دي ليها دور كبير قوي في موضوع تجنيدها، وهو عبد الحليم اللي انقذها من ده. انقذها من ده، لكن انت قايله في الكتاب خلينا نشوف اللي هو انت طبعا قايله في الكتاب كل التفاصيل المتعلقه بكده، بس خليني في الاول كده في البدايه. طيب زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ ووثيقه الزواج، وانت قلت لنا انه انا كان لقيت شاهد قسيمه عليها. انا لقيت قسيمه يعني انا مثلا شهدت عليها، وحتى لما اتجوزوا انا كنت لسه تقريبا ما اتولدتش، يعني انا ما اتولدتش، انا لقيت قسيمه وحاجه موجوده محتفظه بيها اختي في دولابها الخاص جدا، ومحطاهم طبقاها بطريقه معينه، وشلتها ب 15 سنة أنا شايلاها يا أستاذ وائل، ما اتكلمتش عنها. لكن وأنا ببحث في مقتلها ابتديت أكتشف من خطوات كتيرة وأقوال وتحقيقات، حتى سنة 87 ولا 68 اللي هي بتاعت المخابرات، قضية المخابرات يعني وهي التحقيقات موجودة. ابتديت اكتشف بقى، وبعدين قعدت ادرس التحقيقات دي كويس قوي، وايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش وايه اللي اتقال غلط وايه اللي متلفق، يعني قعدت عملت دراسة كاملة عن الموضوع. وبعدين طبعا في معلومات من المقربين جدا منها في الفترة دي، فابتديت اسال بقى العيله واسال المقربين قوي واللي حضروا الجواز واخد بال حضرتك واللي عاشوا الفتره دي، وقعدت الم معلومات كتيره عن الموضوع بحاجات تانية بقى انا كنت عرفتها من والدتي ومنها هي شخصيا. فابتديت اجمع كل حاجه واربط كل حاجه ببعضها لغايه ما وصلت للحقيقه اللي انا سجلتها في الكتاب.